أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نوفق بين قوله جل وعلا في يوم نحس مستمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سب الدهر؟ ليس هذا سبا للدهر، هذا وصف لليوم، ليس هذا سبا للدهر، وإنما هو وصف لهذا اليوم الخاص بعاد، وليس كل الأيام كذلك. نعم، فهو نحس عليهم خاصة. نعم.